المسرح اللبناني بيتميز عن كل الدول العربية، وبمناسبة اليوم العالمي للمسرح ب 27 أذار راح يتم حدثين. الأول هو افتتاح قسم المسرح ومحترف الفنون المسرحية بجامعة الروح القدس الكاثوليك، وكمان بهالمناسبة راح يتم عرض مسرحية من تمثيل طلاب المحترف تحت إشراف المخرج ناجي سوراتي. تفاصيل أكثر حول هالحدث مع ضيوفنا برحب بالدكتور لينا جبران. أهلا وسهلا فيك دكتور جبران، حضرتك مسؤولة عن قسم المسرح والفنون الاستعراضية بكلية الفنون الجميلة بجامعة الروح القدس الكاثوليك، والمخرج ناجي سوراتي أكيد موجود معنا حتى يخبرنا أكثر عن مسرحية نازحون اللي راح تتقدم بهالمناسبة. راح أبدأ معك دكتور جبران، التوقيت ليش هلأ افتتاح القسم الخاص لمحبي المسرح؟ لا، لأنه يوم العالمي للمسرح، هو القسم افتتح بأول السنة الجامعية، إنما الإعلان عنه رح يتم بكرة. نعم، يعني بكل بساطة لأنه المناسبة إجت هلأ حبيتوا تعملوا الافتتاح الرسمي. لهالمناسبة بعرف في برنامج طويل احتفالا باليوم العالمي للمسرح بيمتد على يومين، بدي أعرف أبرز ما في بهالاحتفال دكتور جبران. الاحتفال هو برعاية وحضور معالي وزير الثقافة الأستاذ ريمو عريجي. نعم. بتشرفنا كمان نقيبة الفنانين المحترفين السيدة شادية دوغان. رح نحصل على الكلمة من رئيس الجمعية العالمية للمسرح من الشارقة، وبعدين أكيد رح نعلن عن افتتاح القسم وعن المجالات يلي بيوفرها القسم. نعم، بدي ارجع على التفاصيل اللي بتقدموها بهالفرع الخاص للي بيحبوا هالاختصاص، ولكن بدي ارجع للمخرج ناجي سوراتي. بعرف انك شوي تعبان اليوم، بشكر وجودك معنا. بس شفتك وجه محمر مشاهدينا لانه في شويه حراره. بس شفتك صحيت. سلامه قلبك استاذ ناجي. شكرا. المسرح اللبناني اكيد نحن اللي عملنا النهضه بالمسرح بالماضي. صح. هل برايك رح نرجع نعمل نفس النهضة اللي نحن بالفعل بحاجة لها اليوم؟ أنا أكيد أنه هالنهضة مستمرة. المسرح بلبنان معجزة، معضلة، يعني أنا بقول خاصة بالسنوات الأخيرة. أكيد أكيد، يعني عنا طلاب وعنا خريجين عم يشتغلوا مسرح ببلد الدعم مش موجود فيه، الحالة ما بنعرف من وين لوين بتروح وكيف بتروح، وفي مسرح وفي مسرحيات وفي ممثلين. أنا بفتكر هيدا شيء فظيع، يعني البلد واقف على إجر وحدة وعم نقدر نقدم ونستمر ونبرع بكل هالفنون. نحن بنعمل مسرح على إجر وحدة. بمناسبة اليوم العالمي للمسرح عم بتقدم أو تحت إشرافك عم تتقدم مسرحية نازحون، خبرنا شوي عنها. هي مش مسرحية بالمفهوم التقليدي للمسرح، هو عرض قيد التطوير عم نشتغل عليه. انطلقنا فيه من مشكلة الأيزيديين بالعالم اليوم، ووسعناها لفكرة الأقليات يلي هن بخطر بالعالم اليوم، وجربنا نفكر بهالموضوع. أول ما بلشنا الشغل بلشنا بطريقة كأنه عم نعمل دوكيومنتير، كأنه عم نعمل وثائقي، وشوي شوي عمرنا الشخصيات وخلقنا علاقة بين الممثل والشخصية اللي بده يمثلها، وعم نطرح هالأسئلة على المسرح. أكيد ما عنا أجوبة، ما عنا حلول. هل هالعمل مستند على الواقع اللي عم نعيشه اليوم؟ صح. بالنسبة للدازحين اللي عم مش مستند على الواقع بس من عدة دول. صح. ومنطلق من هالواقع إذا بدك، ما في يعني أول ما بلش كان مستند على الواقع، بس بعدين شوي شوي بعدنا شوي، يعني عم تعكس صورة عن واقعنا. أكيد أكيد. وعن واقعنا وعن مخاوفنا وعن هواجسنا وعن الاشياء الاسئله اللي بنطرحها. وبنفس الوقت بما انه في كمان السيمبوزيوم الندوي يلي بتحكي عن المسرح والهويه والاستمرار، بقى عم نسال وين الهويه تبعيتنا كانسانيين الى جانب بعد المسرحيه. راح يكون في هالوركشوب، مش وركشوب، هو ندوي في طاولات مستديره. نعم. حوار. نعم. بيير ابي صعب حول موضوع المسرحيه او حول المسرح ما هي التيماتيك اللي اخذناها؟ مسرح، هويه واستمراريه. هيدا اذا بدك شو الرابط بينهم؟ دور المسرح يعني يعكس الهويه، يعكس الواقع، يعكس الهواجس. هو مراية المجتمع. صح. وذاكرة المجتمع بذات الوقت، وفشة خلق للمجتمع. وفشة خلق للمجتمع. يمكن أوقات كثيرة المسرح بيقول بالكلام أو بالحركات اللي كتار منا حابين يقولوه، ولكن ما عندنا الجرأة للأسف. فبالفعل والسؤال كبير إنه هل يا ترى المسرح رح يسمح استمرارية
هوية معينة، هويتنا نحن رح يسمح استمرارية الإنسانية بشكل عام. يعني بس نشوف شو عم بيصير اليوم بالعالم، في شيء كتير بخوف إنه نحن مش كأنه بالقرن 21 قمع مش معقول أقصى درجاتها يعني. ولكن مثل ما ابتديت بحوارنا، المسرح اللبناني بالفعل بيتميز عن كل الدول العربية. صح. هل بالفعل نحن عم نتفاعل أو عم ننفذ هالأعمال بكل حرية بتجرد؟ حسب كيف عم ينشغل. بس أنا مثلا بعتبر أنه إيه بشتغل بكل حرية وبتجرد. ممكن نحن عنا الأكثر جرأة مقارنة بغيرنا بالدول بس العربية. أنا بفتكر المسرح بحد ذاته إذا ما في حرية بموت. يعني البلدان يلي فيها مسرح صحيحي فعال هي بلدان فيها حرية. ما بيقدر المسرح يكون موجود إذا في قمع. بموت. يعني من واسع حالنا يمكن بلبنان أنه من خلال المسرح عم نقدر نسعى نحو هالحرية اللي غيرنا بيتمتع فيها. قد في طلب على هالاختصاص دكتور جبران؟ في طلب، لأنه الاختصاص بيوفر عدة مجالات عمل. يعني مش بس عم بيتخصص الطالب بالتمثيل، ممكن بالكتابة المسرحية، وهيدا الكتابة نحن عندنا نقص كبير بلبنان بالكتابة المسرحية. النقد شيء مادة بحاجة لها، النقد الفني والنقد المسرحي، خاصة نحن بالجامعة عم نسمح لهم بنهاية اختصاصهم يكون عندهم إجازة تعليمية بالمسرح بتخوي للطلاب يعلموا بالمدارس، وهذا دومين جديد وبيفتح مجالات عمل كتير كبيرة للطلاب يلي بيحبوا يكون عندهم شغل ثابت وبعدين يعني بيقدر يعلم وبنفس الوقت يتابع شغفه بالتمثيل. صح. والمسرح. هلا بدي اقلبها، قد ايه في فرص عمل متوفره للي بيختار هالاختصاص اليوم؟ بالمدارس في كثير فرص عمل، لانه البروجرام للتعليم عم نحكي للتعليم المسرح، لانه البروجرام التعليمي ما بعد وضع وقر، بس انما ما حط منه قيد التنفيذ لانه ما في عندنا اساتذه بيعلموا المسرح. يعني هون في نقص كتير على كبير. في نقص كتير كبير. بس أنا بعتبر إنه الشخص هو نفسه بيخلق فرصة العمل تبعه. يعني إذا الإنسان عم يشتغل على شغلة بيحبه وعنده شغف كبير فيها، إلا ما يخلق هو فرص عمله. يعني ما لازم ننطر تجينا فرص العمل، بده يسعى بيلاقي الفرص. بدي أحكي شوي عن أعمالك أستاذ ناجي، عودتنا عبر سنين على أجمل وأروع الأعمال، خاصة اللي قدمتهم مع السيدة نضال الأشقر. شو وضع المسرح ككل اليوم برأيك في لبنان؟ مقارنة بهالأعمال اللي تركت بصمة بذاكرتنا. بعتبر أنه المسرح معجزة. وإذا بعدني عم بعمل مسرح هو لأنه في شيء عم بيصير. يعني أنا دائما بقول لو في ما أعمل مسرح فضل ما أعمل مسرح. ما فيك، لأنه أنت من هالأشخاص اللي ذكرتهم اللي عندهم هالشغف واللي دائما هن بيسعوا ورا الفرص. أنا بعتبر إنه المسرح هو فرض حاله علي، مش أنا فرضت حالي على المسرح. يعني يا ريت في عامل غير شيء بس ما عم تزبط معي. بس هالقد مبسوط بشغلي إنه منجرب نروح كل مرة لمحل بعيد أكثر. يعني الشغل مع نضال على آخر مسرحية الويوية كان شغل فظيع، يعني رائع. مش بس العرض يلي عرضني، العرض اللي عرضني في ناس بتحبه في ناس بتحبه أقل، بس أنا اللي بهمني هو الشغل على العرض. مهم إنه يتأثروا كمان. إيه بس كمان الشغل، يعني بس مع طلابنا نكون عم نشتغل المسرحية بس تخلص مش مهمة قد ما بس نكون عم نتمرن. بالنسبة أنا لإلي السفرة الكبيرة اللي عم نعملها سوا المشوار. هو المشوار. إكزاكتومون. وبفتكر هيدا شيء ما في شيء تاني غير المسرح بيقدر يعطينا حلو كتير. يعني هالمشوار يلي بنعمله نحن وعم نشتغل ما ولا ممكن نلاقيه بغير المسرح. وصفت وضع المسرح اللبناني كمعجزة اليوم، الممثل المسرحي أو الممثل ككل بلبنان شو وضعه اليوم برأيكم؟ أنا بفتكر عندنا ممثلين كتير كبار. وحتى إذا ما كانوا كلهم دارسين مسرح في شيء عم بيطلع. وأنا بفتكر كنا عم نحكي أنا ولينا قبل إنه يا هالترى يلي بيمثل بلا ما يدرس أحسن أو هلا هذا سؤال طرحناه تحت الهواء. اليوم مثل ما بتعرفوا عنا جيل كامل من الممثلين الوجوه الجديدة الشباب عم نشوفهم بأبرز الأعمال على مختلف الشاشات وكمان عنا على MTV، ولكن هل بيكفي أنه اليوم شاب أو صبية حلوة عندها يمكن مواصفات النجومية تكتفي بأنه عجبته لمنتج أو لمخرج وقرر يطلقها على الشاشة، أو لازم هالشي يعني يتبع بتطوير
للموهبة. أكيد أكيد لازم الممثل اللي نجح بالتمثيل يوطي ثقافته بالدراسة. يعني لا. بس حتى عالميا يعني اذا بالسينما بنرجع على النوفيل فاغ بفرنسا، بس مثلوا هالممثلين يلي بعدين صاروا ممثلين كثير كبار ما كانوا معروفين وما كانوا كلهم دارسين، كانت صدفه تمثيل، كان في مخرج حب يشتغل مع شخص وطور التمثيل تبعه، بقى بالنهايه مش عاطل انه نحاول نجرب، ما يكون عندهم خبره سابقه، ما يكون عندهم خبره سابقه، بس إذا كانوا هن محترفين وبحبوا هالشغلة هن لازم يسعوا تيطوروا حالهم، بدهم يتعمقوا بالدراسة بعدين ويروحوا لبعيد أكثر، مش ممكن تضل بلا دراسة القصة. يعني ما عندك مشكلة إنه وجه ما عنده خبرة كثير كبيرة بالتمثيل يكون حامل دور بطولي؟ ما عندي مشكلة أبدا. أنا بس أعمل كاستينج أو تجربة أداء، بيقولوا لي شو عم بتجرب تشوف ناجي، ما بتقلهم يمثلوا، أنا بحكي مع الشخص بشوف إذا حابب أشتغل مع هيدا الشخص وإذا هو حابب يشتغل معي، إذا التقينا هيك أكيد بده يطلع شغلي. بالنهاية الباقي تفاصيل بينشغل عليها، بس أهم شيء إنه في إنسان مع إنسان تاني حابين يشتغلوا سوا على عمل مسرحي بده يوصلوه لمحل، هيدا بالنسبة لي أهم شيء. ناجي، لما الشخص بيسمعك عم تحكي عن المسرح وعن التمثيل بيشعر بهالشغف الموجود بداخلك، بننبسط بالحديث. المسرح شو غير بحياتك؟ أوف خربت لي حياتي كلها. عامل لك حرارة. قلت لك أنا بفتكر حياتي موصولة بالمسرح دائماً، والمشاكل يلي عشتها بحياتي لو ما المسرح ما كنت تخطيتها، يعني بس يصير في مشكلة معي إذا ما بحكي عنها بمسرحية ما بتخطاها، مثل اليوم مشكلة الأيزيديين مشكلة كتير ضيقت منها، بالأخص أنه أنا هيدا شعب ما كنت بعرفه ما كنت سامع عنه، وما توقفت على الأيزيديين، يعني من بعد الأيزيديين هلأ في الأشوريين وفي كل هالقصص، كل مستمرة. بقى أنا بحاجة أنه أحكي عن هيدا الموضوع، بس وين بقدر أحكي؟ بالمسرح. حتى بس يصير معي شيء شخصي صحيا، إذا ما بعبر عنه بالمسرح مش ضروري بمسرحية معينة، ما بتخطاها. دكتور جبران، حسب الطلاب اللي عم بيتقدموا لها الاختصاص بتلاقي أنه في مواهب موجودة؟ في كتير مواهب، هو الأهم أنه نقدر نطلق لهم سراحهم لهالمواهب. مجتمعنا بعده مجتمع تقليدي، بخاف من المسرح وبخاف يتخصص بالمسرح، الأهل عم بيشكلوا قيود كبيرة على أولادهم، ومخاوف مشروعة بالنهاية، لأنه للأسف اليوم نسبة كبيرة من الممثلين عم بيضطروا يشتغلوا مهنة أخرى حتى يقدروا يعيشوا. هل اليوم فينا نقول أن الممثل إن كان مسرحي أو تلفزيوني عم بيقدر يعيش بكرامته من مهنته، أو بعدنا مطولين لنوصل لهالمرحلة؟ كتار عم يقدروا يعيشوا، إنما في نضال بده يصير، والمسرح عم يعكس لنا هواجسنا من جوا. يعني لو ما المسرح شو بيعملوا؟ بيطقوا. دونك لازم هلأ يلاقوا إذا بدك ألترناتيف تا يقدروا يكفوا بشغفهم، إنما أكيد واصلين لمجالات أحسن. بدي أقول لك إنه المسرح مرتبط بنهضة ثقافية عامة، صحيح. وهيدي النهضة نحن حاسين إنه لبنان قادم عليها. أول ما بيصير في استقرار أمني وقادمين عليه بيصير فيها النهضة الثقافية، والمسرح بده يواكب هالنهضة الثقافية، وبده يواكب كل الأمور اللي صارت، بالمشاكل اللي صارت مع الشعب اللبناني عبر الحرب. يعني عم بيعبروا عنا هالمشاكل بالمسرح، هي ذاكرة. شو آخر عمل مسرحي حضرته؟ شو آخر عمل مسرحي حضرته؟ لا هيدا سؤال كتير ثقيل. لكن عن أنا شو حضرت؟ إذا حضرته فينس مثلاً مؤخراً. بس نحن لازم تفهم، كنت عم تحكوا عن مستوى التمثيل اليوم، بالفعل فينا اليوم نفتخر كتير أنه في عنا ممثلين بمستوى حايك وبديع أبو شقرة، اللي قدموا عمل أكثر من رائع بمسرحية فينس عن جد. بس لازم تتركي ببالك أنه
الشخص يلي بيشتغل مسرح كثير صعب عليه يروح يحضر مسرح لأن بيكون عم يتمرن. نعم، هو عم يحضر عمل خاص، بس نخلص عملنا بنروح نحضر بعدنا. بس أكيد نحن على تواصل مع جاك مارون ومع بديع ومع ريتا. بديع وريتا رح يكونوا ضيوفنا نهار السبت حتى يخبرونا أكثر عن هالعمل الجريء والرائع اللي بالفعل ذكرنا بأعمال برودواي ومسارح لندن وأمريكا. أنا ممثل مع بديع بال 94. حلو. بديع المميز ببديع انه هو عايش بكندا واجى خصيصا حتى يقدم هالعمل. الاتصال بلبنان هذه شغله كثير منيحه. نعم، الحلو انه في كثير اعمال مسرحيه بالبلد، يعني بتعرفي عم نتفاجئ وكانه عالم ثاني، بننسى اوقات انه موجود لما بنتذكر وبنروح وبنحضر قد ايه بننبسط. اولا لما وصلنا ولقينا هلقت في ناس ناطره بحماس وبشغف، وبعدين قد ايه انبسطنا لما شفنا الاداء والقصه، عن جد حسينا حالنا عالم اخر. هذا اللي كنت عم اقوله، مش معجزه هيك، وهذا اللي نحن بحاجه له تنصنع من مشاكلنا اليوميه. بدي اشكر وجودكم معنا، نحن ناطرين مسرحيه نازحون وكمان كل اعمالك الجديده استاذ سوراتي. شكرا لك دكتور جبران، وان شاء الله هيك بيستفيدوا من هالفرصه كل اللي حابين يتخصصوا بالمسرح. شكرا لك.